طيب كويس. هلا نحن حكينا عن البوينت تبعت انه الطبيب المفروض يوزن بين المنافع والمضار ويقرر ما هو الافضل لمصلحه المريض، دائما يفكر بمصلحه المريض. والمريض لما بيكون جزء من كنترول جروب لازم كمان المريض يحصل على العلاج، ما بصير انت تحطه بكنترول جروب وما تعطيه العلاج. بعدين the refusal of the patient to participate in a study must never interfere with the physician patient relationship. يعني رفض مريضك انه يدخل معك بهالتجربه العلميه، معناته انت تزعل من المريض وتصير في مشكله او يصير انت مثلا تاخذ موقف من هذا المريض وتبطل بدك تعالجه، ما بصير. من حق المريض انه يرفض انه يشارك بالتجربه اللي انت بدك تعملها على دواء معين على سبيل المثال. The physician can combine medical research with professional care, the objective being the acquisition of new medical knowledge. Only to the extent that medical research is justified by its potential diagnostic or therapeutic value for the patient. يعني أنت بإمكانك إنك تجمع بين إنك طبيب بتقدم خدمات علاجية لمريضك وبين إنك تعمل بحث علمي على المريض بهدف إيش؟ بهدف نبيل، بهدف إنك أنت تحصل على معرفة علمية لتحسين صحة المرضى بالنتيجة، يعني لفائدة علمية بالنتيجة. طيب non-therapeutic biomedical research involving human subjects. non-clinical biomedical research، شو يعني non-clinical biomedical research؟ in a purely scientific application of medical research carried out on a human being, it is the duty of a physician to maintain or to keep being the protector of the life and the health of that person on whom biomedical research is being carried out. لازم نعم ما حركتش سلايد. احيانا انت مش دائما بتعمل تجربه علميه على مرضى، احيانا بتعطي دواء لهيلثي بيرسونز حتى تشوف فعالية هذا الدواء على سبيل المثال. بهاي الحالة هدول اللي بيشاركوا بهاي التجارب شو بيكونوا؟ بيكونوا volunteers، أوكي؟ أو ممكن يكونوا patients عندهم أمراض تانية، لكن هم ما رح يستفيدوا من العلاج اللي بدك تعطيهم إياه، العلاج اللي أنت بدك تفحص فعاليته، أوكي؟ The subject should be volunteers, either healthy persons or patients for whom the experiment design is not related to the patient's illness. The investigator or the investigation team should discontinue the research إذا based على judgment. لازم توقف التجربة immediately إذا حسيت إنه في أي harm أو أي تسبب بالضرر للمشاركين بالتجربة. In research on a man, the interest of science and society should never take precedence over considerations related to the well-being of the subject. يعني أهمية العلم والنتائج العلمية اللي بدك تحصل عليها نتيجة هذه التجربة تيجي second rate بعد مصلحة الأشخاص المشاركين بالتجربة. مجرد ما حسيت إنه في ضرر ممكن يصيب الناس اللي مشاركين بالتجربة مباشرة يجب إيقاف التجربة العلمية. هلا بنحكي عن الديكلاريشن تبع لشبونة أو لشبونة. هذا الديكلاريشن كان ب 1981 وصار له عدة أمندمنتس. هو بتعلق بالكواليتي أوف كير. دكتورة يعني the interests of subject must precedence over the interests of science and society. Of course. هلا أنت بدك تعمل تجربة علمية، بدك تقيس فعالية مطعوم على سبيل المثال، أوكي؟ والمطعوم فعاليته هاي بتفيد مجتمع كامل، لكن مجرد أنت ما أعطيت ناس أصحاء ما عندهم أي مشكلة أو أي مرض اتطوعوا لهاي التجربة وعطيته المطعوم وصار عنده يعني serious side effects، شو بدك تعمل؟ immediately you have to stop this study. Stop the research. Okay.
تمام هلا تمام هذا هو الفرق، انه هدول لما بتعمل انت بايوميديكال ريسيرش، بدك تعمل فحص لمطاعيم، ها فور ذا بيست انترست اوف ذا سوسايتي، انت بتفحصه على هيلثي فولنتيرز. لكن لما نحن بنعمل كلينيكال ريسيرش وذين اور بروفيشن، بنعمل الريسيرش على المرضى تبعونا، بيكونوا مرضى بحاجه للعلاج. كويس، ففي فرق بين ما تعمل انت ريسيرش على هيلثي فولنتيرز وبين ما تعمل البحث على مرضاك اللي موجودين عندك بالمستشفى. هلا الديكلاريشن اوف ليسبون قلنا انه الفوكس تبعه هو الكواليتي اوف ميديكال كير. ف خليني اتاكد انه السلايد محطوطه. اوكي مظبوط، انا عمالي بدور السلايد من مكانه، انا مش عارفه ليش التيمز ما لما بعمل شير سكرين ما بيعمل شير سكرين، بدخل الفايل تبعي على التيمز بتصير السلايدات غير مقروءه عندي. هلا بنشوف بعدين. هلا the right to medical care of good quality. Every person is every person is entitled without discrimination to appropriate medical care. نعم. بس بدي أسأل، المحاضرة مطولة شوية، هلا بنخلص، هي بس تكميلة للمحاضرة الماضية اللي ما كملناها. لأن يعني الصراحة والله عندنا امتحانات، اللي بده يعني يروح يروح، ما عندي مشكلة عليها بوقتها اثنان أو أربعة يعني. المحاضرة مش مسجلة، المحاضرة مش مسجلة، فاللي بده يترك ما في مشكلة. ما هو برضه نستفيد إحنا لو بتخليها يوم اثنين أو أربعة دكتور لو سمحتي، يعني عندنا امتحانات الأسبوع الجاي. أورا دكتور أنتوا طولتوا بالأسئلة يعني يعني للعشرة ساعتين كثير. إحنا قضينا ساعة نجاوب على أسئلة الامتحان، المفروض إن قضينا الساعة هاي نعطي المحاضرة. أوكي وخلينا نكمل المحاضرة، هم كم سلايد ضايلين دكتورة؟ لأي ساعة تقريبا حنضل؟ قلنا every person is entitled كمان أقل من 20 minutes، أقل من 20 10 دقائق. أوكي بس ما حد يحكي. تمام. Every person is entitled without discrimination to appropriate medical care. Every patient دكتور. Has the right to be cared for by a physician whom she knows or he knows, to be free to make clinical and ethical judgments without any outside interference. The patient shall always be treated in accordance with his or her best interests. The treatment applied shall be in accordance with generally approved medical principles. Quality assurance should always be part of healthcare. Physicians in particular should accept responsibility for being guardians of the quality of medical services. يعني نحن بنحكي عن الجودة، إنه الخدمات الصحية المقدمة للمرضى يجب أن تكون على أعلى جودة. طب دكتورة بس بالله سؤال. ما في سؤال، أنت سمع زميلتك والله. الكل بده يطلع هلا، بدنا نكمل المحاضرة رجاء، صراحة زدتوها رجاء، خلينا نكمل المحاضرة. خلاص تمام دكتورة، بسألك إياه آخر المحاضرة. أنا سبق وقلت اللي بده يبعث سؤال يبعث سؤال، خلص يعني صراحة زدتوها رجاء. كمل المحاضرة. طيب تقدر تنزل المحاضرة سجلنا إياها وتنزلنا إياها مسجلة، فهمت إنه اللي عندهم كمان يكمل المحاضرة. ما في محاضرة مسجلة، ما راح أسجل المحاضرة. خليني أكمل المحاضرة. أنت بتعمل ريكورد قاعدة، كيف ما عم تسجلتها؟ ممكن هلا تسكتوا وخليني أكمل المحاضرة رجاءً. In circumstances where a choice must be made between potential patients for a particular treatment that is in limited supply, all such patients are entitled to a fair selection procedure for that treatment. That choice must be based on medical criteria and made without discrimination. عندك دواء معين، الدواء هذا limited supply منه، ما عندي كميات كبيرة منه، وفي عندي عدة مرضى، ما بصير أفرق بين المرضى، لازم يتم السلكشن بيست على سيرتن كلينيكال او ميديكال كرايتيريا، ويتم صرف الدواء للبيشنتس وداوت اي ديسكريميشن، بدون تفرقه او تمييز.
The patient has the right to continuity of healthcare. The physician has an obligation to cooperate in the coordination of medically indicated care with other healthcare providers treating the patient. The physician may not discontinue treatment of a patient as long as further treatment is medically indicated without giving the patient reasonable assistance and sufficient opportunity to make alternative arrangement for care. يعني لازم أكمل العلاج تبع المريض، ما بصير أوقف علاج المريض. The patient should have the right of a freedom of choice. He should have the right to choose freely and change his physician or hospital and health service institution, regardless whether they are based on private or public sector. The patient has the right to ask for the opinion of another physician at any stage. بأي مرحلة من المراحل بده يغير الطبيب مع الحق غير الطبيب أو غير المستشفى. The patient should have the right for self-determination. He should have the right to determine, have free decisions regarding his health. The physician will inform the patient of the consequences of his or her decisions. لازم نخبره شو نتيجة قراراته وهو بيتخذ القرار. A mentally competent adult has the right to give or withhold consent to any diagnostic procedure or therapy. The patient has the right to the information necessary to make his or her choice. The patient should understand clearly what is the purpose of any test or treatment and what is the results would apply and what would be the implications of withholding consent. The patient has the right to refuse to participate in research or in teaching of medicine. يعني انت بمستشفى تعليمي زي مستشفى الجامعة الأردنية على سبيل المثال وفي طلاب جايين يشوفوا مريض مع الكونسلتنت من حقه انه يرفض انه الطلاب يسألوا عن الهيستوري تبعه من حقه انه الطلاب ما يشاركوا بالفحص من حقه انه يرفض من حقه انه يرفض انه يكون مشارك بالريسيرش بالنسبة للunconscious patient. شو يعني unconscious patient؟ في حد بيعرف الغير مغمى عليه. If the patient is unconscious or otherwise unable to express his or her well, informed consent must be obtained whenever possible from a legally entitled representative. If a legally entitled representative is not available, but a medical intervention is urgently needed, a consent of the patient may be presumed unless it is obvious and beyond any doubt on the basis of the patient's previous firm expression or conviction that he or she would refuse consent to the intervention in that situation. However, physicians should always try to save the life of a patient unconscious due to a suicide attempt. يعني واحد منتحر دائما يجب عليك انك انت تهب لاسعافه وعلاجه حتى وهو unconscious. لما بيكون legally incompetent patient, if a patient is legally incompetent, سواء طفل او حدا عنده مشكلة عقلية, if a patient is a minor or otherwise legally incompetent, the consent of a legally entitled representative is required in some jurisdictions. Nevertheless, the patient must be involved in the decision-making to the fullest extent allowed by his or her capacity. If the legally incompetent patient can make rational decisions, his or her decision must be respected, and the patient has the right to forbid the disclosure of information to his legally entitled representative. If the patient's legally entitled representative of a person authorized by the patients forbids the treatment which is
in the opinion of the physician. In the patient's best interest, the physician should challenge this decision in the relevant legal or other institutions. In case of emergency, the physician will act in the patient's best interest. يعني في طفل بحاجة لعملية على سبيل المثال ورفضوا أهله العملية، أوكي؟ والبيشن الطفل بحاجة ماسة لهذه العملية وفيها إنقاذ حياة، بإمكان الطبيب في حالة الإمرجنسي هاي إنه يهب لمساعدة الطفل ويكتب يحول الموضوع للجهات القانونية إذا اضطروا ذلك، إذا كان هو بناء على جاجبن تبعته إنه الطفل هاي العملية بدها تفقد حياته. Right to information. The patient has the right to receive information عن حالته الصحية recorded in any of his medical record and to be fully informed about his health status including the medical facts about his condition. However, confidential information in the patient's records about a third party should not be given to the patient without the consent of that third party. Exceptionally, information may be withheld from the patient when there is a good reason to believe that his information, this information would create a serious hazard to his or her life or health. شو example على الموضوع هذا؟ يعني انت you withheld information عن المريض اذا كانت هاي information بدها تأثر على صحته. يعني واحد وزوجته عملوا car accident، زوجته ماتت وهو تحت العلاج على سبيل المثال، وانت based على your assessment انه it might affect his health اذا عرف انه زوجته ماتت وهو بيسأل عنها. يعني you can withheld such information، ما في داعي تخبره بعض المعلومات احيانا وحتى عن اموره الصحية. يعني اذا كانت انت حاسس انه based on your assessment it will affect his health. Information should be given in a way appropriate to the patient's culture and in such a way that the patient can understand. لازم تكون في مراعاة للكلتشر تبعت المريض وللغة المحكية. يعني ما بحكي معاه بلغة مش مفهومة ما بفهمهاش. He has the right not to be informed based على his own request. يعني إذا هو طلب إنه ما بده يعرف معلومات تتعلق بمزيد من المعلومات عن صحته، فبالتالي it's his decision unless required for the protection of another person's life. The patient has the right to choose if anyone should be informed on his or her behalf. يعني هو بيقرر مين بده يعرف عن حالته الصحية. He can decide who should know about his health condition. على third party. بالنسبة للthird party، على فرض إنه بالملف على سبيل المثال في معلومة بتتعلق بشخص آخر، أوكي؟ مش ضروري يعرفها البيشنت، سواء كان مصدر عدوى معينة، أوكي؟ فبالتالي أنت ما بتخبر عن متعلق بشخص. يعني ممكن في حالة مصدر عدوى أحياناً أنت يدوت disclose شو مصدر العدوى إذا كان أنت موجود عندك بالريكورد شو مصدر العدوى. يعني عندك معلومة بتتعلق بشخص ثالث ما بدك ما بدك تخبر المريض عنها. تمام دكتورة وصلت. دكتورة ما فهمت هاي النقطة، ممكن تعيديها؟ يعني مرات بيكون في عندك مريض عنده عدوى معينة، ماشي؟ في معلومة عندك بتتعلق بشخص من الأشخاص كمصدر للعدوى، أوكي؟ مش مفروض تخبر. يعني إذا كانت المعلومة موجودة بالريكورد تبعت المريض ما بتخص المريض، بتخص شخص ثالث، من المفروض أن المريض أصلاً ما حتفيد المعلومة. يعني لو عرف شو حيستفيد؟ ما وإنت بتضر شخص، ما بصير إنت تدسكلوز إنفورميشن عن يعني موضوع صحي بتعلق بشخص آخر، أوكي؟ دكتور يعني اللي صار بالأردن لما يعني أول شخص you disclose confidentiality ما بصير. البيشنت له علاقة بملفه الصحي بأموره الصحية هو، لكن إذا كان في بملفه الصحي معلومة بتتعلق بشخص ثالث ما في داعي يعرفها.
أوكي؟ وغالبا بتكون هي عن مصدر عدوى، يعني شخص مصدر عدوى. دكتورة يعني إذا هو كان هو من عدي وكان في الملف إنه هو مين اللي عدا، فهو مش ضروري يعرف مين اللي عدا هيك يعني؟ مش ضروري يعرف، لا. تمام. لأنك هيك أنت you disclose information صحية عن شخص آخر، ما بصير. طيب. هاي فايف صح دكتورة؟ هاي فايف بوينت فايف شرح بوينت فايف هاي اللي حكينا هلا؟ أنا هلا وين حكينا نحن عن الانكم؟ لا لا بوينت وان لآخر إشي كنا عم نحكي. بوينت وان حكينا عن الرايت وهيلث انفورميشن، عن الديسكلوجر والكونفيدنشاليتي يعني. هاي أي بوينت من الخمسة؟ البوينت الأولى. آه تمام شكرا. البوينت رقم واحد. تمام. خلينا نكمل هلا. هلا الرايت رايت تو كونفيدنشاليتي رايت تو كونفيدنشاليتي all identifiable information about the patient health status, medical condition, diagnosis, prognosis and treatment and all other information of a personal kind must be kept confidential even after death. Exceptionally, descendants may have the right of access to information that would inform them of their health risk. على سبيل المثال، يعني ايش؟ كل المعلومات اللي تتعلق بالمريض لازم تبقى سرية، لكن بعد ما يموت المريض، حتى بعد موت المريض لازم نحتفظ بالمعلومات السرية إلا إذا كان في ريسك وراثية اكتشفناها بعد موت المريض. مثلاً على سبيل المثال المريض مات بنقول عنده frontal loop dementia، نوع من الديمنتيا، يعني نوع من الألزهايمر، نوع من degenerated disease. لما بيشرحوا الجثة أو لما بيموت بيعرفوا إنه والله في عنده أتروفي بالدماغ. لو فحصوا الجينات على سبيل المثال وكان في genetic disposition معين ممكن يتم إعلام يعني الأحفاد لهذا المتوفي إنه في عندهم ريسك لمرض وراثي معين على سبيل المثال. إذا كان ميت يعني بعد الموت كان في certain information لازم إعلام الأحفاد حول ريسك معين قد تحميهم من المرض عشان يعملوا health promotion، عشان يعملوا health promotion أو health protection. يعني ما زي أنجلينا جولي عرفت إنها جدتها لما ماتت كان عندها براكا 1 وبراكا 2 نوع من الجينز اللي إلها علاقة بالبريست كانسر، فهي كنوع من البريفنشن راحت وعملت ماستيكتومي. أوكي ليش؟ لأنه والله جدتها she died with breast cancer وكان عندها هدول الجينتيك براكا 1 وبراكا 2 positive وهي she got these BRCA1 و BRCA2 inherited these genes. واضح شو معناها هاي؟ هلا confidential information can only be disclosed if the patient gives explicit consent or if expressly provided for in the law. Information can be disclosed to other healthcare providers only on a strictly need to know basis unless the patient has given explicit consent. يعني أنا بدي أحوله لطبيب آخر لعلاجه لهذا المريض، ما بعطي information عن المريض إلا ضمن إطار المطلوب عشان هذا الدكتور يعالج المريض، ما بعطي كل information عن المريض، ولازم المريض يعطيني الconsent الموافقة على إعلام الطبيب الآخر بحالته الصحية. All identifiable patient data must be protected. The protection of the data must be appropriate to the manner of its storage. Human substances from which identifiable data can be derived must be likewise protected. شو معنى الحكي هذا؟ يعني على سبيل المثال بمختبرات كارونسكا ممكن نحن نشتغل على بعض التيشوز أو الأنسجة من مريضة كاين عندها سيرفيكال كانسر، كويس؟
المريضة هاي اللي عندها سيرفيكال كانسر بعد ما هي توفت الخلايا بعد ما توفت الخلايا تم استعمالها للبحث العلمي، أخذوا الورق والأنسجة تبعته عم تستعمل للبحث العلمي عشان قياس فعالية بعض الأدوية المضادة للسرطان بالمختبر. طيب هل الايدنتيفيبل انفورميشن اسم المريضة أو رقمها الوطني بالسويد لازم يكونوا موجودين مع الأنسجة ولا it should be protected؟ لا it should be protected confidentiality. No we don't need this. بالضبط معناته هذا هي تفسيرها، إنه لما بيكون في أنسجة معينة تتعلق بمريض معين يجب الحفاظ على السرية. دكتورة بس سؤال، هم بصيروا بحروها يعني بدون موافقة المريضة؟ هي بتكون موافقة على استعمال أنسجتها بعد الوفاة وتوفت وهالأنسجة موجودة بستعملها بالمختبرات بكامنسكا حتى يقيسوا فعالية الأدوية السرطان، بس الأنسجة هاي بتكون كودد، ما بصير تعرفي لأي مريضة كانت إنه والله فلان الفلانية هذا النسيج من السيرفيكال كانسر تبعها. This is totally unethical. طب دكتورة خلايا هنريتي شخص فقير أخذوا خلاياه وأنسجتها ولحديت الآن موجودة في المختبرات، فهنا اكتشفوا بعد فترة من الزمن إنه إلها وما استأذنوها يعني بعد وفاتها أخذوهم. This is unethical. ما بصير ما إلا إذا وافقوا يعني بعد ما توفت هي مثلا طلبوا من المسؤولين عنها أو الوصي عليها يعني وافقوا لهم إنه يستعملوا الأنسجة أو something like this. بس المفروض إنه هي قبل ما تتوفى تعطي الموافقة. دكتورة عادي أسأل؟ تفضلي. هلا لو عندي patient وأنا مش عارفة أعمل ال diagnosis الصح، بقدر أشير information with another doctor to help me with that ولا لا؟ You can share the information within الإطار الهلب، بس إذا أنت بتعرفي عن المريض، أنت بتحكي مع الطبيب عشان مرض بالقلب، على سبيل المثال المريض عنده مثلا تصلب بالشرايين وعم بتناقشي حالته من هذا المنطلق، بتحكي في إطار هذا الموضوع. لكن إذا أنت عارفة إنه المريض عنده HIV على سبيل المثال، أو عنده مثلا بلاش نقول HIV، عنده مثلا sexually transmitted disease، المعلومة هاي ما لها علاقة بالدسكشن اللي بدك تناقشيها عن حالة المريض، مش ضروري تدسكلوز ذس انفورميشن عن المريض. اوكي؟ او المريض عنده نقول هيز باي بولر، المريض عنده منتال هيلث ايشو، ضروري تخبري الطبيب اللي بتناقشي معاه حالة المريض فيما يتعلق انه بده ينعمل له انجيوبلاستي او بده ينعمل له ستنت بالقلب، ضروري تخبريه انه المريض والله عنده بايبولر، هي از بايبولر. سمعتيني يعني انت اذا كنتي هذا مريضك انت فاميلي دكتور وبتعرفي كل التفاصيل عن حياته وعن وضعه الصحي، تعطي المعلومات اللي انت بحاجه للكونسلتنسي بخصوصها مع طبيب اخر متخصص، مش بتعطي كل شيء. اوكي شكرا. تمام اوكي. بايبولر يعني مرض ثنائي القطب، يعني لما بيكون واحد عنده المرض ثنائي القطب اللي هو يعني بسموه مرض عقلي او منتال هيلث إلنس. لا مش انفصام الشخصية، اللي هو مرض ثنائي القطب بيكون عنده نوبات من الدبريشن، اكتئاب من الاكتئاب اللي بسموها الامراض المزاجية اللي هو تقلبات بالمزاج، فترات اكتئاب. بالضبط اللي هو بايبولر بيكون. اوكي خلينا نكمل. طيب قربنا نخلص، معلش انا مرشحه ميته مش مرشحه يعني. سلامات. سلامتك دكتور. الله يسلمكم. طيب على right to health education، every person has the right to health education that will assist him in making informed choices about personal health and about the available health services. The education should include information about healthy lifestyles and about methods of prevention
and early detection of illnesses. The personal responsibility of everybody for his or her own health should be stressed. Physicians should have an obligation to participate actively in educational effort. يعني انت لما بتعمل كاونسلينج للمريض ما بصير انت تكتب له الدواء على سبيل المثال تكتب له دواء للسكر ودواء للضغط وما بتعمل له كاونسلينج عن اللايف ستايل عن الامور اللي بتتعلق بتحسين وضعه الصحي. فبالتالي يعني you should give education or information to about health promotion للمريض to prevent illnesses or to do early detection examination. يعني اذا كان المريض فوق سن الخمسين بدك تعمل له كاونسلينج تقول له والله لازم تعمل كولونوسكوبي عشان to protect yourself for early detection of colon cancer. إذا الست فوق الأربعين من عملها كاونسلينج لما بتعالجها بتقولها عن early detection for breast cancer. فلازم المريض يحصل على الهيلث education. Right to dignity. The patient dignity and the right to privacy shall be respected at all times in medical care and teaching, as shall the culture and values. يعني على سبيل المثال ما بصير إنه الغرفة العيادة ما يكون فيها privacy وستارة وإنه المريض يشعر بكرامته إنه في privacy لما بيتم عملية الفحص. كمان لازم يكون في احترام للكالتشر والفاليوز لما المريض بده يتعالج. He is entitled to the relief of his suffering according to the current state of knowledge. يعني إذا كان في مراحل متأخرة من المرض من السرطان على سبيل المثال من حقه إنه يحصل على ما يخفف ألمه. يعني يحصل على الأدوية التي تخفف الآلام حسب ال latest knowledge of about reducing suffering. The patient is entitled to human terminal care and to be provided with all the available assistance in making dying as dignified and comfortable as possible. اللي هي الرعاية التلطيفية اللي هي الباليتيف كير إنه من حقه إنه يحصل على رعاية تلطيفية في المراحل الأخيرة إذا كان مرضه ميؤوس منه. إيش يعني رعاية تلطيفية؟ إيش رعاية لما بيكون المريض الدواء اللي بتعطيه حتى يخفف الأعراض الأخيرة ويلطف الوضع. يعني ليس علاجي، أنت مش قادر تعالجه، ما عنده علاج. واحد في مراحل متأخرة السرطان منتشر كل جسمه وبتألم ألم شديد، بعطوه أدوية حتى توقف الألم، بعطوه يعني تعرف المورفين يعني الأدوية اللي بيسموها الميجر أنالجيسكس اللي هي الأدوية اللي المسكنة المسكنة شو بسموها حتى أكثر من المسكنة هي مخدرة أكثر حتى مخدرة تصل لحد التخدير تماما. ممكن دكتورة نختصرها بالإند أوف لايف كير يعني عشان يعني نسهل عليها هي البالياتيف كير هي لايف كير أو بالياتيف كير بنقولها نحن في آخر المراحل بالتالي انه يموت بكرامه. ترى مدربه بده نشتري ايه هاي الادويه بتسرع من وفاته. ايش عم بتقول ابنيك؟ مثل ادويه اللي بعطوها بالمراحل الاخيره مثل ريباجود والاشياء هاي اللي هو اصلا يعتبر مخدرات. هي مخدرات ما احنا بنقول مخدرات اللي هي ميجر انالجيكس ممنوع تنصرف اللي بسموها ميجر ترانكولايزرز. بتعرف شو الميجر ترانكولايزرز؟ يعني زي مخدرات ممنوعة كلها كودايين يعني. تمام دكتورة. هم معظم الوقت بيكون مخدر متخدر. هلا هدول المخدرات اللي هي الميجر ترانكولايزر إلها إفكت طبعا اللي بياخدوها كتخدير بيحصل على الإيوفوريا أو بشعر بالانتعاش، لكن بنفس الوقت هم ميجر أنالجيسكس كمان يعني توقف الألم نفس الوقت وبقضي معظم الوقت نايم لا يشعر بالألم. يعني الهدف في النهاية المريض should die in peace صح؟ بالضبط حتى ما يشعر بالألم should die in peace لأنه بيكون الألم شديد بيكون واصل أحيانا عندهم الكانسر للعظم.
دكتورة طيب مش ممكن تكون مخالفة للشرع لأنها مخدرات بنسبة كبيرة؟ ما هو أنت لا مش مخالفة للشرع، ما هو مش ماخدها، هو ماخدها علاج، هو مش ماخدها لأنه علاج، هو مش ماخدها لأنه مدمن مخدرات، هو ماخدها كعلاج، هو بوصفة من طبيب عم ياخدها. يعني مو ماخدها عشان تدمر صحته، بالعكس عشان يبروموت يعني على الأقل ما يقبل. ما يقضي الوقت يصرخ من الألم. تخيل إنه موجودين مثلا بالأجنحة العلاج التلطيفي بمركز الحسين للسرطان بيكونوا يعني ماخدين هاي الأدوية they are in peace، قاعدين يعني at peace بيستنوا اللحظات الأخيرة يعني تنتهي حياتهم، مش they spend all their time screaming out of pain. تخيلي تدخلي مستشفى وتسمعي صراخ المرضى من الألم، فبالتالي it's يعني dignified treatment. وآخر شيء right to religious assistance. The patient has the right to receive or to decline spiritual and moral comfort including the help of a minister of his chosen religion. اللي هي إنه الإنسان بحب يشوف شيخ دين أو يشوف مثلاً راهب مسيحي حسب دينه يحكي بأمور الدين بالمراحل الأخيرة من حياته، وهذا من حقوقه وضع الحكم فيها. إيه؟ دكتورة؟ نعم. هسه مثلاً ممكن الإشي الديني يتعارض مع الصحة مثلاً أو مع عملية؟ لا لا، التطور الديني زيش مثلا، أعطي مثال، أعطيني مثال زيش. There is interest between each other. لا لا مثلا أنا بطل كمثال، ممكن مثلا يتعارض الدين مع الصحة. الموت الرحيم دكتورة. هلا بيصير أن تتعارض يعني مع التقدم العلمي بيصير هاي الإثيكال ديليماز. يعني حاليا مثلا على سبيل المثال مثلا الأوفر دونيشن، مثلا لما بيصير في أوفر دونيشن women try to get pregnant with the new technology she can become pregnant with a donated ova على سبيل المثال. Is this religious from a religious point of view acceptable ولا في اختلاط أنساب؟ في اختلاط أنساب. اختلاط أنساب acceptable. From يعني health or biotechnology it's a new technology. في بلاد تانية ممكن they it is approved. إحنا من منطلق إسلامي it's not acceptable. يعني في أمور كتيرة يعني لازم الواحد ينظر إلى الكالتشر والدين أنتو يأخذها أنتو consideration as well. يعني what is applicable in other countries are not applicable in our part of the world. طب دكتورة بالنسبة للرحيم اللي بياخدوا الإبرة. نعم الموت الرحيم يعني كمان هاي نحن بالإسلام يعني ممنوع إنه 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 الإنسان يعني يعني الإنسان الموت والحياة من عند رب العالمين. الإنسان يعني ما بصير حرام إنه الإنسان ينتحر أو الإنسان يحرر متى بده يموت، إنه تأخذ ديسيجن إنه الإنسان يأخذ ديسيجن أنا بتألم أو عندي مرض غير قابل للعلاج. منطلق إسلامي يعني هنا حتى كأنا يعني كدكتورة إنه أنا ما بنصح إنه بهذا الإشي لأنه أنا هيك بكون بنهي حياته، أنا ما بنقذه. مظبوط، نحن كمان من منطلق أخلاقي غير مقبول، لكن في بلاد تانية عملوا codes of ethics وعندهم certain principles and it is acceptable for them. يعني بسويسرا في مصحات خاصة بيروحوا for this reason. We will discuss it later on. بس يعني ما بعرف يعني نحن we should consider the ethical issues within also our own context. بالنسبة لبلدنا شو الوضع اللي نحن عايشين فيه سواء ببلدنا أو بالكويت أو بقطر أو بالإمارات أو بالبلاد اللي انتو جايين منها. within our context دائما نطلع نحن at the ethical principles the best ethical principles والethical codes اللي بنحطها for quality ethical practices clinical quality clinical practices within the context that we live in. إذا كان القانون بتعارض مع الإثكس والأخلاقيات
we try نحن إن نغير القوانين لأنه الإثكس أهم من القوانين. دكتورة ممكن سؤال؟ دكتورة هلا رخصة المحاضرة بنقدر نطلع ولا لا؟ تقدروا تطلعوا من المحاضرة اللي بده بيطلع. دكتورة هلا في عنا بيكون عنا في عنا بيشنت تمام وبيكون مثلا هو طلب انه دونات رسيسيت يعني يعني الدي ان ار كود هو حكى لك انه انا ما بدي تنقذني بعد ما اموت وكان السكندري مثلا الفاميلي بدهم يعني بخالفوا الانترست تبع البيشنت يعني بخالفوا رغبة المريض هلا انا كدكتور ايش ممكن اتصرف بهي الحاله لانه في عندي تو كونفليكت ديلمس هنا انه هل انا بسمع المريض ولا برضو باخذ براي السكندري ما هو لازم انا اعمل اسسمنت هل المريض فعلا عنده الفول كاباسيتي هل هو فعلا قادر على انه يتخذ القرار ولا غير قادر انه يتخذ القرار depends على السيتويشن على المريض يعني alert وصاحي وعارف شو اللي بده اياه ولا مش عارف اللي بده اياه وانا I doubt this يعني بالمراحل هاي لك لا والله وقف الأجهزة عندي هي والنفس يعني هو شخص مش واعي فبالتالي بدك تاخذ رأي الأهل you cannot بس لو على فرض انه مثلا حكى لك او كتب برساله او وات ايفر يعني لقيته انه مثلا هيز انكونشس مش واعي مثلا طب ما هون بصير الوضع بيكون اصعب مثلا انه هو مش واعي ولكن في رغبه الاهل بانه بدهم اياه يعيش مثلا وهو حاكي انه ما هو انا كمان رغبتي بدي انا موجوده عندي اهم شيء انترست عندي انه انا البيست انترست تبع المريض انه يعيش ما بصير أنا إذا قال لي والله ارفع عني الأجهزة ارفع الأجهزة بس دكتور مش صح إذا نحكي عمل زي consent form من قبل إنه إذا نحكي سوقت حالته إنه to خلص to remove the الأجهزة وقت خلص بقيمه لا نحكي بالموضوع هذا ال declarations الجاية نحكي فيها فيما يتعلق متى بترفع الأجهزة ومتى المريض بيموت وشو الوضع تبع الموت وكيف بصير تمام هلا انا عندي المريض طلب يرجع باجهزته اعضائه يا فرض المريض شو بده يصير ومين المسؤول عن موضوع الاعضاء هذا is very complicated انا عم بجهز بالمحاضره للمحاضره الجايه بنحكي فيها هاي اوكي دكتوره بتمنى ما يكون خصمني الغياب من اول محاضره معك يلا اوكي والله بتزعلتوني بصراحه لانه الامتحان كان سهل وعم تعترضوا كمان فكان كثير بالعكس كثير بس في بوينتس والله يزبط فاينل الاسهل بنظبطه على باب العسل دكتوره احنا بنناقشك وانا ما بتناقشوش المره الجايه انا اصلا مريضه ومش شغل نقاش على كل يلا يعطيكم الف عافيه وهي خلصنا المحاضره والمحاضره سجلتها انا قلت انا ما راح اسجلها بس سجلتها شكرا لك دكتوره كل يلا باي يعطيك الف عافيه يعني لأنه بالعافية يعطيك باي دكتور يلا مع السلامة باي باي أسبوع خير نهاية أسبوع طيبة يلا مع الله معكم تعبتوا مع هذا الأسبوع يلا مع السلامة باي باي